مرحبا، اكو سؤال راح اجاوب عليه على السريع لان اعتقد يجوز تحتاجوا الايام الجايه لان عندكم امتحانات. اكو احد كتب لي ارتبك بالامتحان وانسى. طريقتين تساعد بهذا الموضوع هيك على السريع. اول طريقه هي انه انت قبل لا يجي الامتحان تقعد وتتخيل انه انت بالامتحان، تتخيل انه انت طبيت، جتي الاسئله، جاوبت عليها، يعني تعيش اللحظه اللي راح تعيشها بعدين قبل لا تجي هاي اللحظه، تتدرب عليها اكثر من مره حتى من تجي اللحظه انت جسديا وفكريا متحضر لها. طبعا دماغك ما يعرف من انت يعني تدرب الاشياء، هو انت دا تسويها فعلا، انت فعلا يعني قاعد بالقاعه مال الامتحان لو هذا تدريب، ما يعرف دماغك هذا الشيء. فاذا تتدرب على هذا الشيء بعدين راح تقدر تسويه بطريقه ابسط. هاي طريقه. الطريقه الثانيه هي طريقه او تقنيه مال التنفس. عاده شيء يصير الجماعه الاطباء راح يفهمون هذا الشيء، اكو جهازين عصبيات بالجسم، سمبثاوي ولا سمبثاوي ما علينا من هذا الحكي المعقد. المهم من واحد يخاف يشتغل الجهاز السمبثاوي، وهذا الجهاز ما يساعدك انه انت تطلع الاشياء الزينه اللي بدماغك، ما يساعدك انه انت تجاوب على الاشياء اللي تريد تجاوب عليها، ما يساعدك انه انت خلينا نقول تكون احسن شيء من نفسك. انت تحتاج جهاز الباراسمبثاوي. شلون تطفي جهاز سمبثاوي وشغل باراسمبثاوي؟ عن طريق طريقه معينه من التنفس. هاي الطريقه هي شنو هي؟ انه انت تضاعف الزفير. شلون؟ يعني تاخذ شهيق تبدي باثنين، اثنين اربعة، تاخذ شهيق الثانيتين زفير الاربعة. انا احب احسب على اصابعي، هذا الشيء ما حد راح يقول لك لا تسوي. تبدي باثنين اربعة، بعدين تسوي الشهيق اربعة والزفير ثمانية، وبعدين اذا تريد تسوي يعني كبر اكثر، اذا تريد تسوي مثلا الشهيق ستة الزفير 12، تسوي هذا الشيء لمدة دقيقة. هذا الشيء يفعل عصب اسمه العصب العاشر او الفيغاس نيرف، ومن هذا العصب تفعله جسمك يرجع يهدأ ويطفي السمبثاوي ويشغل باراسمبثاوي، وترجع انت لاحسن وضعيه تقدر تجاوب بيها على الاسئله اللي تجيك، ويعني تستخدم دماغك بافضل طريقه. اتمنى انه هذه النصيحتين يساعدوكم بالامتحانات، ويا رب كلكم ناجحين وموفقين. اهم شيء خلي بالك انه هذا كليه امتحانات، ما اعرف ايش الدرجات، لا شيء. انت انسان قيم، انت انسان رائع، انت انسان حلو، بغض النظر عن اللي يجي بالنتيجه، هم مجرد ارقام.